بايوسكان مركز الأشعة والتصوير الطبي. في فقرة الصحة رح نحكي مع الدكتورة هدى القضاء، استشارية أمراض جلدية وتجميل بالليزر، عن مرض البهاق وكيفية التعامل معه وما هو الجديد في التعامل مع هذا المرض. صباح الخير دكتورة. صباح الخير هيثم. أهلا وسهلا، شرفتينا. أهلا فيك. أهلا. يعني دكتورة، نعرف البهاق وكان متعارف من زمان أنه علاجه صعب. نعم. نوعا ما، فإيش هو تحديدا البهاق؟ البهاق أول شيء هو عبارة عن بقع بيضة بتظهر على سطح الجلد، يعني هي فقدان باللون. هلا ايش اللي بيعطي اللون للجلد؟ اللي هو صبغه الميلانين. هلا عند البهاق صبغه الميلانين ما بتكون موجوده، اللي هي بتعطي اللون الغامق او اللون الداكن للجلد. هلا شو السبب اللي بيخلي صبغه الميلانين انها تروح؟ انه الخلايا اللي بتنتج صبغه الميلانين اتدمرت او ضعفت. تمام. هلا شو الاشي اللي بيخلي هاي الخلايا تتدمر او تضعف؟ انه الجسم، مناعة الجسم، الخلايا المناعية الموجودة بالدم بتهاجم هاي الخلايا اللي هي الميلانوسايت وبتحطمها وبتدمرها، بالتالي ما بتعود هاي الخلايا قادرة انها تنتج صبغة الميلانين. حلو. في سبب مباشر لهذا الاشي احنا بنعرفه؟ نعم. مثلا هلا هاي بنسميها احنا من امراض المناعة الذاتية، الاوتو اميون ديزيزز، اللي هي انه الجسم نفسه بيهاجم حاله. تمام. بدون سبب او مسبب خارجي، يعني بدون امراض يعني مناعيه داخليه. تمام. هلا الاوتو اميون ديزيزز، الامراض المناعه الذاتيه بشكل عام، لحد الان ما في سبب معين واضح لها. تمام. يعني شو اللي بيخليها تظهر عند بعض الناس وعند ناس لا؟ هلا في اسباب وراثيه بتكون غالبا، يعني 30% من مرضى البهاق، اذا بحثنا عن 30% فقط، يعني انت عم تحكي عن 70% ما بيكون في عندهم تاريخ عائلي بمرض البهاق. 30% منهم بيكون عند، في اذا دورت بالعائله بتلاقي مثلا من جهه الاعمام او الاخوال او الجد او هذا، انه الا يكون في حدا عنده بهاق. هاي 30% بس، هو ما لا يصنف وراثي. يعني 70% انت بتحكي انه ما بيكون في عندهم تاريخ عائلي للمرض، فهو زيه زي الامراض المناعه الذاتيه الاخرى. هلا في اشياء بتحفزه، يعني بتخليه يظهر الامراض زي برضه زي امراض المناعه الذاتيه، منها الستريس. يعني عشان هيك في ناس بيحكوا لك انه مثلا البهاق اجى بعد ستريس، اجى بعد خوف، اجى بعد، هي ما بتكون هي السبب، يعني بيكون هذا الشخص اصلا جينيتيكلي او هو تركيبته انه هذا بده يطلع له بهاق، بس اجى سبب يحفز ظهور البهاق عنده. تمام. نعم. تمام. يعني ما بيكون في سبب مباشر نفسي انه صار معه شوك نفسية مثلا، مثل بعض. نعم. الامراض ممكن تظهر بعد صدمة نفسية معينة، مش بهذه. نعم. الطريقة. يعني هلا هو مش مثبت الى الان طبيا ولا علميا انه الاسترس او الصدمة النفسية انها هي بتعمل بهاق، مش. أوكي. مثبت، بس المثبت انها هي بتحفز ظهور البهاق وبتخليه يظهر بشكل اسرع واكبر. تمام. طب متعرف عليه انه بصير عندنا بقع بيضاء في الجسم او. نعم. اللون فيها بخف، كيف بنتعرف. نعم. على هذا الشيء ومن شخصه تشخيص دقيق، وكيف طريقه العلاج بتبلش؟ نعم. هلا هو البقعه البيضاء هاي بتظهر في الاكثر شيء، في يعني هلا في اكثر من نوع. في نوع اللي هو الجنرالايزد، اللي بيكون النوع العام، اللي بتكون البقع البيضاء هي بس عباره عن تلو، يعني لون ابيض بالجلد، يعني ما بيكون فيه لا احمرار ولا حكه ولا الم ولا اي اعراض ثانيه. نعم. بس لون ابيض. هلا اللون الابيض هذا ممكن يظهر على، اذا كان جنرالايزد بكل الجسم، ممكن يظهر مثلا بالاطراف اكثر شيء، بالايدين، بالرجلين، بالوجه، بالمناطق المعرضه للشمس اكثر شيء. تمام. هلا زائد انه ممكن يظهر على البطن، على الظهر، على اي مكان، بالاضافه الى انه احيانا قد يظهر بفروه الراس وبيظهر على شكل شيب، ومرات الشيب بيكون علامة مبكرة للبهاق. أحيانا مش عند كل الناس، يعني ما يفكروا الناس إنه اللي عندهم شيب إنهم راح يصير عندهم بهاق، لا، لكن البهاق ممكن إنه يصيب فروة الرأس ويصيب الشعر، يعني يفقد اللون، لأنه نعرف إحنا بصيلة الشعر برضو هي اللي بيعطيها اللون الغامق لصبغة الميلانين، فصبغة الميلانين برضو كمان ببصيلات الشعر برضو تتدمر وبتروح، بالتالي بيؤدي إلى إنه الشعرة بتفقد لونها فبظهر الشيب. هو بشكل اساسي على. هلا في نوع ثاني اللي هو بسموه الفوكل. الفوكل هي عباره بتكون، يعني الشخص مثلا ظهرت له بقعه او بقعتين بيض وظلوا للابد هيك، ما تطورت الحاله عنده. نعم. بسموه حاله ليميتد او فوكل، محدوده، بهاق محدود مش عام. في بهاق ثاني بيجي على عند الاطفال، ممكن يظهر عند الولاده او بسن مبكر، هذا ابكر نوع من انواع البهاق، بنسميه السيجمنتال اللي هو القطعي، بيظهر على قطعه معينه من الجلد، ممكن يظهر على منطقه البطن على جزء معين،
من الجلد وبيظل ثابت برضو هذا، وغالبا ممكن يعني ممكن انه يستجيب للعلاج بس بيكون ثابت للابد يعني على طول، بيظل بنفس المكان ما بتطور، وبسموه سيجمنتال. فهذول الثلاث انواع من البهاق اللي يعني المعروفات يعني. حلو، طب خلينا ندخل في العلاج لو سمحت دكتورة. نعم. شو الاساليب التقليديه للعلاج، وهل يوجد اي اساليب اخرى حديثه؟ طيب هلا احنا البهاق يعني اول شيء احنا يعني قبل ما نحكي شوي عن العلاج لازم احكي عن انه ايش الكومبليكيشنز او ايش المضار تبعت البهاق. البهاق هو ما له مضار يعني على الجسم، هو عباره عن تغير فقط باللون. يعني كيف في ناس ممكن يظهر لهم نمش او كلف او تصبغات غامقه؟ نعم. هذا عباره عن انه فقدان الجلد للون، العكس تماما، انه بدل ما يكون في زياده بالميلانين صار في عندنا نقصان بالميلانين. هلا اكثر الناس احنا بننصحهم لانه هو مرض ما له اضرار على الجسم، لكن بننصحهم انه يتركوه يتناسوه، لكن هو اكثر شيء بياثر على النفسيات يعني نفسيه الشخص يعني طبعا الشكل الخارجي بالزبط والمظهر بالزبط. نعم الهدف الاجتماعي من العلاج تجميلي وليس طبي. يعني الناس بيعالجوه بس عشان يخفوه، مو لانه احنا لازم نعالجه. تمام. يعني الهدف تجميليا فقط بالضبط، الهدف تمام. انه يروح اللون. او هلا العلاجات مختلفه. هلا انا ليش بحكي للناس قبل ما نحكي عن العلاجات، ليش بحكي دائما للناس تقبل حالك بالبهاق، خصوصا اذا كان عام، اذا كان جنرالايزد يعني اكثر الجسم مصاب، لانه علاجه متعب مرهق للجيبة أول شيء. أوكي. يعني كثير زائد أنه مرهق للجسم. هلأ العلاجات هي بالنهاية مثبطات مناعة، يعني إحنا عندنا مناعة الجسم قاعدة بتشتغل بشكل غلط، بتهاجم الخلايا المنتجة للميلانين، إحنا بدنا نثبط من هاي المناعة، بدنا نقلل منها. فهي كلها الأدوية قائمة على أنه إحنا لازم نقلل من مناعة الجلد، فبالتالي هاي الأدوية غالبا بيكون لها أعراض جانبية. بتبلش بالكريمات اذا المحالي محدوده، مثلا ايدين رجلين وجه بس، بلش كريمات. الكريمات غالبا بتكون تحتوي على الكورتيزون، احنا الكورتيزون لازم نلجأ له لانه هو الخط الاول بالعلاج. تمام. بالنسبه لل هلا امتى الناس بيستجيبوا اكثر؟ لما يكون البهاق جديد يعني اقل من سنه له ظاهر. نعم. بيستجيبوا منيح. الثاني خطوه اللي هي الاشعه، ممكن نعمل جلسات من الاشعه. جلسات الاشعه برضه بتحتاج من شهرين الى ثلاث بشكل متواصل. عندنا احنا بالاردن بتميز بالبحر الميت برضه، البحر الميت بس بده يكون تحت اشراف طبيب جلديه طبعا، مو الواحد لحاله هو على عاتقه. في عندنا يعني في مراكز للعلاج بالبحر الميت، بده يكون تحت الاشراف، ما يروحوا لحاله يتعرض، لانه اذا صار عنده حروق من الشمس بصير الوضع أسوأ، بصير البهاق اكثر. برضه الناس دائما بنحكي لهم مرضى البهاق ما تتعرضوا للشمس، يعني احنا بنعالج بالاشعه بنعالج بالبحر الميت، بس بنحكي للمرضى ما تتعرضوا للشمس، لانه التعرض للشمس بخلي البهاق يظهر اكثر. تمام. وعباره عن لون ابيض. نعم. اذا الحواليه صار غامق بيظهر ببين اكثر. احنا نظريا نفكر انه بجوز لازم انه نغطي بالضبط. هلا احنا اللي انا حابه احكي عنه، بعرفش اذا الصور موجوده او الفيديو موجود، هو عباره عن تلوين للجلد. يعني هو التلوين عباره عن صبغه، هاي الصبغه الوان طبيعيه مندخلها بجهاز خاص، ماشين خاص. هلا في ناس بيفكروا انه هذا تاتو، هو مش تاتو، هو عباره عن ابر كثير رفيعه. نعم. هو الاسلوب المايكرو بيجمنتيشن. مايكرو بيجمنتيشن. هلا هذا مو علاج، هو عباره عن تلوين فقط تجميلي للناس اللي بدهم يغطوا مساحات محدوده، مثلا الايدين، الوجه. طبعا. مناطق محدوده من الجلد، مندخل الصبغه بابر كثير رفيعه، جهاز. طبعا هذا الجهاز بيختلف عن اجهزه التاتو، لانه السرعه تاعته، العمق اللي بيدخل فيه للجلد هو عمق سطحي فقط في البشره، بالتالي هو ما بيأذي الجلد، ما بيصير في يعني نزول دم او اذى للجلد عشان احنا ما نتضرر، لانه اذا نزل دم ممكن انه يتضرر الجلد ويظهر بهاق اكثر. هاي الحالات احنا بنقوم بعملها فقط للناس اللي ستيبل عندهم البهاق. تمام. يعني احنا ما بنروح ما بنعمل التلوين المايكرو بيجمنتيشن للناس اللي عندهم البهاق اول شيء كثير منتشر او اللي قاعد منتشر بشكل سريع. لازم يكون ثابت، تقريبا ثابت، او ماشي المريض على ادويه بتثبته. اللي هو وهذا يعتبر يعني نوعا ما تلوين تلوين بس مش تاتو. يعني في ناس بيلجأوا للتاتو بصير عندهم اثار جانبيه، بصير عندهم بقع سوداء، بصير المنظر مشوه كثير، هذا عباره عن تلوين.
في صور يمكن قبل وبعد عشان الناس تاخذ فكره. هي مشكلته التلوين انه بالضبط احنا ما بنقدر نحصل نفس لون الجلد، يعني تمام. مش 100% نفس لون الجلد، ولكن يعني ولكن اقرب قريب تمام. للون الجلد. هل هو مناسب للبشرات الغامقه؟ كل ما كانت البشره دارك اكثر بنقدر نحصل لون اغمق اكثر، اقرب الى اللون، اقرب الى اللون. نعم دكتوره، هو نعم. بالنهايه بيعطينا حل، خلينا نحكي نوعا ما جيد لبعض الناس اللي عندهم نعم. مناطق ليميتد ومحدوده نعم. وثابته. شكرا جزيلا. أهلا. شكرا دكتوره، يعطيك الف عافيه، وشكرا جزيلا على كل المعلومات. الله يعافيك يا رب. شكرا. مركز الاشعه والتصوير الطبي.